السلام عليكم أزول فلون أخوتنا في الجزائر. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذا الفيديو فيما يخص موضوع كان أخ قال لي أعطينا رأيك فيه إذا كان حقيقة حق أم لا. Je vais essayer de faire mon possible parce que il fallait que نعاود ندخل الإنترنت ونشوف لي فوتو تاع هذا فيما يخص ويحيى. ويحيى يقال أنه موجود في الإمارات المتحدة، في الإمارات، في خاصة في موجود يعني على هو موجود في السفارة. الصورة حسب الصورة المأخوذة يعني كانت من السفارة. هل هذا حقا يعني صحيح أم لا؟ أنا جي بخي لي فوتو. كيس كو جي في؟ حاولت أجمع صور ويحيى وهو مثلا، لان هذيك الصوره اولا عشان تعرفوا الصوره هذه كانت ماخوذه في السفاره داخل السفاره، وهذاك اللبس بتاعه الانسان هذاك كان لبس اماراتي، عبايه ماهيش يعني 100% اماراتيه لكن عبايه، وغالبا يعني ما نشوفوش كثير ويحيى بالعبايه الا يعني في صلاة العيد، يعني صلاة العيد المعروفة عندنا، يعني القادة الجزائريين وقادة العرب كلهم. لكن أنا حاولت أخذ يعني صور من كل جهة، وحتى يوم العيد آخر مرة كان صلى كان يوم العيد مع بن صالح وجماعته، ولذلك يعني حاولت أقارن كيف تكون المقارنة في اللسين، لسين تاع الفيزاج باغ اكزومبل، الأذن، الأعين، لي موستاش، يعني بجانبا الشكل وتركيبة النظارات، لأنه نفس الإنسان حامل نظارة كيف يعني هي محطوطة على أساس الأذن، هل كانت مستعملة قبل، استعملها يعني يحيى. فوجدت ان يعني تقريبا يعني 85 حتى 90% ممكن يكون هو، ممكن حتى فيزيونومي تاع البطن تاع هو نازل وهذا سي لا ميم. الوغ اذا كان كذا المفروض يعني هما يكونوا مسجونين، لكن مش غريب يعني مش غريب يكون في الامارات، هذه احتمال كبير يكون في الامارات، لأن إذا كان ما قدروش يسجنوا جنرال كبالقصير أو يسجنوا مثلا اللي هو وتقدور اللي خارج من غير باسبور من وهران، يعني كيف تستطيع أن تسجن ويحيى اللي كان شريك المخابرات وكان شريك أصلا شريك بوتفليقة وشريك حتى القائد صالح أصلا، يعني حتى النهاية آخر أفير كان دارها وهو كان مضاله، هو اللي مضاله على أساس يكون المصنع تاع مرسيدس، الإنباء كانت مقبولة من قايد صالح وبوتفليقة ويحيى، يعني كان دخل حتى في العصابة، حتى كان يوم محاكمته وطلب إحضار قايد صالح لأنه كان ماضي في الصفقة هذيك تاع مرسيدس، كان طالب حضره وقالوا له لا ما دخلناش في مشاكل صافي دير، ومن بعد قال لهم خليه يحطنا في المحضر على اساس انها لعبه، كله لعبه كبيره يعني مش ممكن يدخل للسجن هذا الانسان، هذه وحده على اساس حتى صغار هربوا، يعني اذا كان صغار هربوا الكبار ما يهربوش سي لوجيك، يعني ما فيش يعني، ولذلك يعني ممكن تكون الصوره صحيحه وانه موجود في الإمارات، وما أنها يعني في على مستوى السفارة يعني هذيك حتى لا يظهر كثيرا يعني اختباء يعني قانوني في السفارة، هذا محمي من طرف السفارة. هذه واحدة، كان إنسان كان يسألني إذا كان كيف الجزائر أن تسترجع أموال التي سرقت، الأموال التي سرقت ممكن أن تعود للجزائر، لكن فيه مشكلة لازم نعرفه، إذا كان الحكم القائم
هو نفس الحكم الذي سرق أو نهب، فلا يمكن المحاسبة. محاسبة تكون بأن ناس أنظاف. كان واحد سألني قال لي في عدة دول ارتجعوا شوية فلوس لكن ما خذتهمش وقت كثير، ما خذتهمش وقت كثير لأنه ثورتهم مثلا يا إما كانت ناجحة يا إما كان فيها رجال يعني واسترجعوا الفلوس بسرعة، لكن في الجزائر لا تغيير. حتى الآن لم لا كلهم الفساد السراقين الناهبين المال العام هم موجودين وأكثر، يعني هم ثبتوا رواحهم يعني حتى لا يمسوا. يعني هذا المثال المنجل إذا كان لم يتجرأ مثلا، لأن الكلام والكلام تلفزيوني والإذاعة والتغليط الشعب ممكن يكون عن طريق هذه القنوات التلفزيونية ويقول لك فيه متابعة دولية وهذيك، وهي لا يوجد شيء. إذا كان فيه متابعات يعني دولية لازم يشوفها الشعب، ويشوفها الشعب هي سهلة لو تكون متابعة دولية، ممكن تروح الانترنت وتلقى إنسان متابع دوليا بالانتربول على أساس حتى تتمكن الجزائر حتى تتابعها على أساس أنها بذلك تسترجع الأموال، لكن ما فيش غير سيدي بلا 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 كما يقول لك. هذه اللي إرضاء النفوس الجزائرية الداخلي في الداخل يعني، باش الشعب الجزائري يسكت، وبذلك يعني هم يتموا في الطريق اللي ناويين يتموا فيه. هذه اللي بغيت نقولها أخوتي بور سمومو، هذا ما يخص الجزائر. لازم يكونوا ناس ضعف عشان يعرفوا يتابعوا، ما دام الحكم هما في الحكم ما يتابعوش نفوسهم. انت تخاين يروح يدخل روحه على الحبس، جامي اكزيستي. اللي هربوا هربوه، واللي هما راهم مخفينه ولا حتى ما تقاش الضغوط عليهم ويسلموه للمحاكمات مدنيه، مخلينا عند العساكر مسكينهم، يدوروا كانهم مسكينهم لكن هما ممكن مش موجودين خالص. كان اللي يقول لك لا هما مسجونين، اوكي مسجون، ماذا مسجونين علاه خرجوا مئات من المساجين من حبس الحراش، كانوا مسجونين في الحراش، هذو ناس اخرين يعني ما لهمش علاقه بالفساد المالي في الدوله، خرجوهم على اساس ما يبقاش حد يراقب، ما يبقاش حد يشوف شكاين. نقولوا احنا كان لو كان يكون فيهم في الدوزيام ايطاج ولا ما تعرفش تعرف اذا كان فيه ناس ولا لا، لانك المحابس تحت معروفين هم فين، والفوقانيين ما تعرفش اذا كان فيه محابس ولا اصلا لا. كما تسي كانسان محبوس مثلا حابسينه لا على حبه بطاطا ولا على خاطر خاون تليفون ولا، بصح في الحراش بصح ينجم يشوفهم في لاكور. لو كان يكون فيه انكور ما يدولهمش انكور سبيسيال، لازم يخرجوا مسجون. راك تقول مسجون ومسجون كيفو كل المساجين كلهم، يشوفوه الناس يهضروا مع بني عمهم كي يجوهم من فيزيت، قالوا واه شفته راه في الحراش راه جالس الهير عليه، لكن في الحراش ما كانش هذا الهضره. في الجزائر يعرفوا انه دخلهم الوطن، دخلوا الوطن بالعين حقيقة، ممكن يكون دخل ما فيش ممكن، ولكن تخرج لوطو كحلة وتدي الطيارة، ممكن تخرج تدي الطيارة ويروح الامارات من عن طريق الكاسينة العسكرية من طرف بليدة ولا حاجة كناك، لان كلها يعني كونكشن كما يقولك، كونكشن بين القيد صالح والجماعة هذو ما زالت علاقة، ولذلك لا يكون حساب عشان الإنسان باش يحاسب إنسان دوليا الحاجة لازم تكون إدارة نظيفة. لكن احنا الإدارة عندنا ما زالت فاسدة، غير هما في احنا وهما وبغي يزودوا يكملوا في هذه الطريقة، لذا ما لازمش نعطوهم احنا فرصة. والعصيان المدني حتى تسترجع الأموال إن شاء الله، لأن ذو لو كان ما يكونش في عصيان مدني ما يخرجوش، وما دام ما يخرجوش ما كانش حد اللي حاسبهم، لا هما لا بوتفليقة لا جماعة لا سيدي سينما سيدي في امتحان. بغيت نقول لهم الخوتي برك هذا التمثيل برك. أيوة السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام عليكم.